انتقموا لي من نظام المستشفيات الخاصه يلي قبل كل عمليه بيهلكوك تليفونات انه ما انسى جيب معي الرعبون قبل ما فوت وبدقوا لك كل يوم على غرفتك تينزل مبلغ معين على المحاسبه. انتقموا لنا جميعا، لنا جميعا. وطبعا توفي يا آلن سلوم بعد صراع طويل مع المرض. بدي اسمع زقفه لروح آلن سلوم. اليوم عم تخوض المعركه لآلن. اليوم حاله آلن هي الحاله اللي بينت. اوكي. بس في حالات قبل صدقني اللي بيعرف موضوع دواء السرطان بمستشفى بيروت الحكومي اللي عرف بملف بعلبكه، اذا بتعرفوا شو تاجروا بالدواء الفاسد، شو عملوا بمرضى عم بتموت كانت بالميات بقلبيد المستشفيات، وبيجي وزير بيقول لك وقت اللي بتقول له في فساد بهالوزارات بيروح بحاضر بالعفه وبيروح بده يدافع عن هيدا السيستم الموجود. انا كرمال، انا كرمال كل الناس عم نحكي بوزارة الصحة، كل من إجا على وزارة الصحة لحتى الساعة هني فاسدين كلهم، يعني كلهم واجهتنا معهم للنهاية لناخد حقنا، وكل مريض مات بهيدا البلد من أجل حب الدواء عم يسرقوها وعم بيتاجروا فيها بصحة الناس. هيدي مواجهة في إلى عنوان أخلاقي وإلى عنوان إنساني وإلى عنوان وطني، وما يفكروا بهي المواجهة لح نخاف. هيدا الفجور اللي بيعملوه وهيدا الفجور بالعفة ما لح يخلينا نرجع عن هيدي المعركة. عنده حصانة يا واصف. نعم. عنده حصانة، وين ما توصل معه طالعت حرب بقلب رشاية هو أصلا عنده حصانة؟ طيب هو حصانة برلمانية غير حصانته الشعبية لأنه بعده عنده الناس. طب. جماعة. وحدة من معاركنا اللي عم نقولها يجب أن يسقطوا عن نفسه من الحصانة، مش مثل ما هو عم يعمل هيدي البروباغندا الإعلامية إنه أنا مستعد اتنازل عن حصانتي، قال بدعوى أقام علي يعني اجتزأ وكذب كذبي وراح سوى فيها دعوة بس نلتقي بالمحكمة فتح ودم وتلفيق أخبار كذب من رد عليه بهيدا الموضوع لأنه هو اخترع كذبي. هلأ بقول شو يروح هو يرفع الحصانة مثله مثل الباقي اللي اجوا على السلطة مش على الإعلام، يروح يتفضل على مجلس النواب، مكتب مجلس النواب، يروح يرفع الحصانة ويكونوا كلهم تحت سقف القانون بكل الوزارات، كل هيدي السلطة من التسعين لهلأ اللي تداوروا عليها، يروحوا لهونيك وساعتها بس يرفع الحصانة نحن وياه منتواجه بالقضاء، عنا ثقة أنه نحن لح نربح بمعركة القضاء، عنا ثقة أنه تاريخهم ما بيشرف بهي السلطة اللبنانية، هن اللي وصلوا للبلد لهون، يشوفوا كل حدا بقلب لبنان شو عم يحكي عنهم، مش بس بالصحة، بكل شيء. أخبر الناس تفاصيل بطريقة موجزة تفاصيل القضية بينك وبين وائل أبو فاعور. باختصار أنا كنت بقلب رشية مثل ما بنعمل البرمات اللي مطلوبة منا بقلب الثورة نبرم على المناطق، حكينا بالسياسة بكل شيء، ما نحكي عن حدا وكنا عم نحكي بالشكل العام. بيقوم واحد من الأنصار لقلو بيقول لي أنت بدك تستثني الوزير أبو فاعور بموضوع وزارة الصحة، قلت له كلهم مسؤولين عن اللي وصلوا. بيفتح حديث بيقول لي أنت متهمه للوزير أبو فاعور بملف موضوع الدواء، قلت له لا انا ماني متهمه، انا عم بنقل شو صار بحلقه تلفزيونيه. هو شو صار؟ هلا لاقول شو الموضوع. باخر عهد الوزير ابو فاعور بينجاب ادويه ب 106 مليار ليره تتعلق بادويه سرطان وادويه مستعصيه. الوزير اللي اجى بعده بتقول مصادر وزاريه انه ما عاد في كميه ادويه بهيدا الموضوع. هو بهالحلقه شو بيجاوب؟ بوقتها مع الدكتور سكري بيقول للدكتور سكري ايه وزعتهم على الفقراء. طبعا يعني هيدي شماعة الفقراء والمعترين لانه هن كتير بيحبوا الفقراء والمعترين، ما معروفين هيدا الموضوع. هذا الموضوع فيه اشكاليتين، في اشكاليه اول شيء هو ال 106 مليار كيف اشتريتوهم بمناقصه بالتراضي هلا عم نشوف هل تم موافقات عليهم؟ طيب وزعتهم للفقراء كيف وزعتهم؟ بأي احتاج شو الجدول بيجاوب بحلقه امبارح على ال بي سي انا عم بخبروني ما حضرتها يعني انه قال لهم ايه وزعتهم على الفقراء اللبنانيين والسوريين ومين ما اجى لعندي وزعتهم. طيب بهيدا الخبر مسائبي هو قبل ما اطلع على رشايا انا مقدم طلب لوزير الصحه وعم اقول له اعطونا الادويه المستعصيه كيف استوردتها وكيف صرفت حتى على ايام الوزير ابو فاعور وما طلعت على الاعلام. بيقوم هو بقول انا انه هذه الادويه كانت تختفى وبدليل انه في الجمارك عم يطمش ادويه مهربه، وقلت قيل عن احدهم انه لقوا جزء من هالادويه بالسويدة. قيل اخذ هيدا عم بقول قيل وهذا الموضوع عم ينحكى في ادويه عم تهرب على سوريا. هلا هيدي الادويه تهربت ولا ما تهربت؟ تهربت مبيع ولا وهب كمان ما معروف. فبقوم انا عم بقول عن هذا الموضوع قيل، بيروح بيشتزق هيدا الحكي انه انا قلت وعم بجزم انه موجودين هونيك. اول شيء اذا دواء مهرب كيف بدك تثبت؟ واحد اثنين وقت اللي بتقول قيل، بس انا شو قلت له على الهواء؟ انا عم اقول لك هي الادويه وين راحت؟ يعني مثل انا بسرق لك هيدا الفنجان وبيجي حدا بيقول لك موجود هونيك
اذا طلع هونيك او مش هونيك انتفق انه انا اخذت لك الفنجان. لا. هو راح عم بحارب على هيدي النقطه، ما عم بيقول هول ال 106 مليار وين راح، اذا مش سوايدة وين، ويقدم لنا يقدم لنا الدليل. بدي اقول بهذا الموضوع، هو اختار هيدي المعركه بالمطرح اللي انا ما حكيت وقلت هيدا اللي صار. هلا هو عم بيقول اذا مفكر بيقول تراجعت، لا لحله قدامك على وقت. انا بهذا الموضوع قلت قيل، بس انا متهمك من 2016 بدعاوى تقدمت للنيابة العامة المالية ولديوان المحاسبة وللتفتيش المركزي، وذاكر اسمك بهي الدعاوى، يعني عم بعطيك دليل لتروح تدعي علي جد مطرح ما عم بتهمك. أنا أتجرأ مطرح ما بدعي أقول ومطرح ما بقول قيل، إذا بدك تحاسبني على الاقتباس لتعمل معركة وهمية لتلهي الناس عن المعركة الأساسية، لا. وأنا قدمت عند وزير الصحة أنه تفضل بعهدك آخر عهدك تفضل جيب لنا هاي الأدوية كيف انشرت ووين راحت، وبوعده على الهواء لقلوا لكل وزراء الصحة ملف الدواء، ملف المستشفيات الحكومية اللي عم بيزلوا ناسنا وأهلنا عليها، اللي عم ننزل ليفوت أمنا وبينا ليفوتوا على تخت يموتوا بمرض السرطان اللي سببه تلوث البيئي والتلوث الصحي، وهو أني مستعدين يبرقوا حالهم وبيحاضروا بالعفة ببلد عمينها، بعدوا بعد العطلة رايح عند وزير الصحة ليجاوب، إذا ما جاوب رايح عند القضاء لثبت هيدا الموضوع. معركة مش بس معه بالشخصي، هو مشكلته مفكر معه بالشخصي، بالسياسة ولمصلحة الوطن لا أري ولا أري غيره بالسياسة. أمام مصلحة الوطن ما عندي مشكلة بالشخصي، بس هو كان بوزارة مسؤول مثل كل الوزراء، من الوزير جبق للوزير أبو فعور للوزير خليفي، كلهم مسؤولين بهيدا الموضوع. هيدي المعركة موجودة هون. حكيت مسألة رد علي عم قل له أنت كوزير صحة شو عملت بمعامل الإسمنت بشكة وبسبلين اللي بيملك جزء منها زعيمة بيقول لي بيملك فيها 20%. قلت لهم أنا في مرضى سرطان ماتوا بالعشرات، صور وزير صحة بيقول لك ثبت لي. أنا وزير، أنا شغلتي كمواطن ولا وزير الصحة. وزير الصحة لازم يقول هل في أمراض. مبارح كنت قولت مبارح كنت ببرجة نسبة كل 4 على 10 بيموتوا بالسرطان بالمنطقة، هيك زودوني فيها بلقاء صار ببرجة. أنا بدي أقول شغلي لعب على مسألة تانية أنه أنا عم بستهدف طرف سياسي، انه انت بس لكن طلب بقول الثورة علي، ما انت شوف ما الاستعطاف هو المواجهة الوحيدة. بلعب شيء أسوأ من هيك، لعب على شيء مذهبي ليحط بمواجهة مذهبية. للأسف هيدي لعبة السلطة، بيهددوك يا نحنا يا الحرب الأهلية، يا نحنا يا انهيار البلد بعد 17 تشرين، لا يا انتو يا الناس، والناس هي اللي بدها تربح. طيب يلا خلينا نشوف لكين ثقه ولا ثقه، هيدي لك بسالك سؤال بتقلي ثقه ولا ثقه من اجواء جلسه الثقه للبيان الوزاري، هل عندك ثقه انه يوما ما رح نسترجع الاموال المنهوبه او لا ثقه؟ ثقه طبعا. عبر مين؟ عبر الناس. كيف؟ وعبر اقرار قانون استقلاليه القضاء، وعبر بس صاروا برات لبنان تجيبهم ترجع الناس وقت اللي بتاخذ قرارها، والناس وقت اللي بتوثق بحالها، بس يكون في مطرح الناس عم تاخد خياراتها بالشارع بتقدر تستريد حقها. هل عندك ثقة بالقضاء اللبناني أو لا ثقة؟ بالنص. إذا استمر هيك القضاء لا ثقة. أوف. طبعًا. وأنت محامي. طبعًا. طبعًا. إذا استمر هيك لا ثقة، وبدليل إنه من 90 لهلأ وين ملفات الفساد، ولكن على القضاء لديه هلأ محطة تاريخية أن ينتفض على ذاته وينتفض على الآخرين. إذا القضاء أخذ هيدا القرار وصار في تشكيلات قضائية مستقلة، ثقة، لأنه بدون قضاء لا قيام للدولة. هل عندك ثقة أنه الشعب اللبناني رح يغير بالانتخابات المقبلة؟ لا ثقة؟ ثقة. 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 أصلاً ما عندنا أمل غير بالشعب اللبناني. شو حيدعمل الثورة؟ كم نائب؟ الثورة هي منا حزب. يعني. ومنا تيار. خلينا نقول تيار، خلينا نقول ذلك النفس الثالث المختلف عن طبقة سياسية فاسة، كم نائب رح يجيب؟ هشام لحول شغلة. لأنه حزب ولأنه تيار ولا بده موقع. الثورة هي خيار تغييري لبناء معارضة. المعارضة بعد الثورة سوف تكون حالة مؤثرة في الحياة السياسية اللبنانية، ولح تكون هي المطرح اللي بده تبلش تضرب هذا النظام الطائفي. هل عندك ثقة أن المجتمع الدولي رح يساعد حكومة حسان دياب أو لا ثقة؟ بالنص لقلك ليش، لأنه الدول مصالح، إذا لقوا مصلحتهم مع حسان وإذا ساعدون ونجحوا شو بتعملوا أنتوا؟ أصلاً أنا ما كتير عندي ثقة بما يسمى مفهوم المجتمع الدولي لأنه بيشتغل مصالحه، وعندنا أدلة كتير من فلسطين للعراق
الاساس قرار عند الناس. هلا خلصت ثقه لثقه، لازم ندفع اليورو بونز برايك ولا لا؟ ايه في خيار اذا بدهم يدفعوا اليورو بونز كانه بدهم يقولوا بدنا نجوع الشعب اللبناني. اليورو بونز معيب ان يدفع، مثل ما نبهوا الاقتصاديين، انا ماني خبير اقتصادي، ما تدفع اول دفعه لليورو بونز. اذا رجع عمل هيدا الخيار وكانه عم بيروح لتجويع الشعب اللبناني. تزعل انه في ناس عم بيقولوا ثوره سرقها الزهران، مزبوط ثورتكم سرقوها الزهران؟ الثوره ما بتنسرق، لانه الثوره هي قصه وعي عند الناس، والثوره هي مش محطه ومش تاريخ، الثوره هي استمرار، والثوره هي كل يوم فيها الحياة بمفهومها الحقيقي هي ثورة. زياد أسود بقول حركات زعرنة هي مش ثورة. للأسف للأسف إنه في نائب بالبرلمان وينتمي إلى تيار عم بقول إصلاح وتغيير بيحكي بهيدا المنطق، للأسف ما تزعل. لا لا مين ما كان عم يجي عم بيعمل عم بيحكي هذا الحكي. أنا بتأسف بهيدا الحديث، خصوصاً إنه هو محامي، بس يبدو إنه اللي هو بالسلطة ما عادوا قاشعين، ولح يخلونا نصدق الفكرة اللي قالها زياد. الناس عم تستغل الزعماء والزعماء معطرين معطرين يا حرام. نعم. واصف الحركه وي لاف يو حبيبي، يعطيك الف عافيه حبيبي. ان شاء الله ضلك بهيدي الهمه يا رب حبيبي. يلا لاف ستوري قلنا الجمعه وسبت، لاف ستوري ثاني بريك بحلقه الليله وبنرجع نروح. عودة الحلقة هون وبس لليلة، أربع أخبار قبل ما نستضيف نجمة حلقة الليلة. أول خبر أبو جيك بدنا نشوفه أنا وياك، اختراع برا ممكن يريحنا لقلنا كمان نخلص بقى من هالشغلة بقى، ممكن اختراع ممكن يفيدنا كتير، ممكن بقى يخلينا نرتاح بقى، ممكن خلينا بقى نخلص من هالشغلة بقى. أنت ما تحكي هوني. شوف شيف داركاستر اللي رح نشوفه هلا هو انسان آلي او روبو، وهو يثير زوبعه وهو يقود عازفي اوركسترا سيمفونيه بالامارات. ولهالروبو وجه ويدان وذراعان مثل البشر، بتتحرك خلال عرض حي لاوبرا سكيري بيوتي للملحن الياباني اللي الف اللحن. حلو. شو ناجي عم تقلي كمان؟ شو عم بجيب محلك روبو على السريع؟ قلد الروبو لنخليك فرجيك بدق مثل الروبو لنخليك فرجين كيف بدق مثل عطيني عجم الدو دوت كوم. مشي فرجيني عجم الدو دوت كوم. ما في احساس، ما في احساس. ما عن جد ما في احساس كانك روبو يا زلمه. فرجيني بعد. ايه ايه عبالي هيك استهبل شوي. خلص خلص خليها تخلص بطاريتك. خلص بطفي. ليك شرجو شرجو او بيجي معه فيش حرام للبيت ليك او بيجي حرام او بيجي شرجو حط له شيء بشرجو. واو هذا قوي. لا ناجي او بيجي هلا كمان اختراع جديد برا. علامة تجارية شهيرة تطرح اول حذاء رياضي مصنوع بالكامل من مواد نباتية. ايوه كله خضره. هذا مثل دواء الكورونا يعني اللي اخترعوه بشكل 54 نبته وبريه بتعمل منه صبات وبتشبه فيه براسه. هذاك اللي اخترع الدواء وبالليل شاي بتعمل يعني هيك تكون انت حد بالليل تكون انت حد كنت انت قاعد اللي عم تعدل التلفزيون تفوت عليك مرتك شو عم تعمل بيبي زهورات تك ليش شو بك ما اكتم بيبي ما اكتم يا مرتك صباط فيجن يعني اول مره صباط فيجن لا هي شو تقول لي شو عم تعمل شو براند يعملوها شاي شو شو شاي شو شاي شو شاي شو شاي شو شاي لا لا خلينا نشوف بعد هلا هذا الخبر خلينا نشوف هذا الخبر هلا. اوكي مشروبات كحوليه تتدفق من صنابير المياه في مدينه هنديه. ايوه مشروبات كحوليه متنوعه كوكتيلات يعني كيف من الحنفيات ما بعرف في مدينه كيف ما بعرف شو صاير صاير شو بعرف يعني بيقولوا هيدا بيشرب شو بيشرب من الحنفيه هذا هيدا شو بيشرب الكول شو بيشرب السكربيني بالحنفيه بيشرب هذا
لا لا عن جد بالشو بيشرب بالشو ايوه كثير قوية. أو يجيك آخر خبر قبل ما نستضيف نجمتنا بحلقة الليلة، دراسة جديدة تحذر جرعة زائدة من الفياجرا قد تؤدي إلى مشاكل في البصر ورؤية الألوان. شفت الدعاية اللي فوق؟ عمل أسرتي فوق بس ليش؟ اخذينا ما فهمت، اخذينا عن بيج الال بي سي، اخذينا عن بيج الال بي سي. عندك افيل فياجرا، انت عندك افيل فياجرا. انا ما حطيت، انا ليش عجبني؟ انا ما حاطين ليه حاطين صورتي؟ انا بحياتي ما بحياتي لا، بس اقول انه سايبه لانه على الال بي سي بيج اسي، انا بحياتي ما باخذ هيك اشياء. وعن جد مش عم بمزح، وللإثبات والله العظيم أنا جاد كتير حابب جاكيتك الخضراء، مش عم بمزح شيء كتير حلو، مش أحلى جاكيت من أحلى جاكيت كتير دير جاد أخضر كتير إيه؟ زرقة 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 يا أخي شليك كيف سايب اتنيناتنا لابسين أزرق اليوم. ما معقول مين هلا بدنا نستضيف؟ هون الكاميرا، هون الكاميرا. وين الكاميرا؟ مين هالستضيف هلا؟ انا يلا اجى الوقت السبيل نستقبل نجمتنا في حلقه الليله اليوم، نجمه عن حق وحقيقه، لانه نجمه شباك تذاكر الفيلم اللي هي بطلته اليوم عامل رقم قياسي بتاريخ السينما اللبنانيه الاحد الماضي 16500 تيكت بنهار. واو. بتاريخ السينما اللبنانيه مش صايره باربع ايام لحد نهار الاثنين كان الفيلم فوق ال 50000. واو جنون جنون بأربعة أيام 50000 يوم أي يوم لا. البطل زياد برجي والبطلة النجمة ضيفتنا بحلقة الليلة باميلا الكيك روح. معروف انت انه بترقص كثير حلو، قد ايه صاير وزنك؟ قد ايه ضعفاني بس لاعرف؟ كثير محافظه على جسمك بس قويانه شخصيتي. طبعا فيرا يمين اهلا وسهلا فيك دغري فيتي. مساء الخير. مساء النور. وجهك زغران، انا بس بحب وجهك اكثر بس ال حلو؟ لبق لي الضعف؟ لبق لبق لي هيلثي لايف ستايل اكثر من انه ضعف، يعني الانتباه الانتباه على كل شيء عم بيفوت، لانه وقت بتوقف على مرايتك وبتستنظر من جسمك يعطيك بدك تسال شو عم تعطيه. شو عم تاكلي؟ خضره؟ لا عم باكل كل شيء مفيد، اكثر شيء طبخ يعني. برني الله مثل شو يعني؟ اكثر شيء بحب الملوخيه انا. ملوخيه؟ ملوخيه بتطلع منك الملوخيه سوشي، معك خبر؟ معك خبر انه الملوخيه بتطلع من تمك سوشي؟ يعني انا بس اذا شي نهار اكلت انا وياك ملوخيه رح شيل وحط شوي بالصويا واكله هيك رح حس، وافوكا على وجهن. باميلا الكيك بس بدي اقول لك شغله، انه بيوم ايه يوم لا قاعده مرتي حد قالت لي مش معقول باميلا شو طالعه حلوه بالفيلم. انا قلت لك يا ولا برجع بقولها يعني انتبه، ما بني مجبور انا، ماني مجبور. هشام انا صار 13 سنه بالدومين، 13 سنة أنا كنت تقريباً كل أدواري مركبة، يعني من التوحد لا المكتومي القيد لا فتيات الهوى، يعني كنت كتير بحب أنه دايماً يكون في رسالة وراء الدور اللي عم بلعبه. مشان هيك أول مرة وقت لعبت هيك رومانتك كوميدي قالوا يي باميلا شو عاملة بشكلها، هي ما عملت شيء، عملت حسب ما الدور بيتطلب. عملتي باميلا أنه أنت باميلا بنت لايت لذيذة ميدل كلاس سحر اللي بتشبهها لباميلا. مزبوط. وكنت طالع، وعلى فكره مثلت كثير حلو مع انه الدور مش مركب، بس مثلت يعني انا حسستينا بالرومانسيه، وانا صعبه واحد حسستني بالرومانسيه لاني دج وبغل، يعني فهمت انه ما بحس شو اكيد. لا 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 ابدا. انا حسيت بالرومانسيه وككابل ككابل كنتوا موفقين. حتى انت هشام كمان يعني انت ما كان جاي بدي احكي عن في مقطع عن النجم العالمي هشام حداد كنا رح نوصل له بس مش مشكله يعني. هشام يعني حتى انت كمان صار عندك مسؤوليه كبيره، لانه انا شفتك على الارض كيف انت عم تتعامل كممثل، وعن جد قد ايه بيحط من الهضمنه ومن المزح هشام حداد، قد ايه كمان جدي. ومعلي اسمح لي اقول لهم انه انت كنت كل الوقت ما كان في حدا ينتقده، لانه كان كل الوقت على التليفون مش على السوشيال ميديا، بس كان عم بيشوف كيف بده يشتغل، كيف عم بيروح من معلومه لمعلومه، والحكي الانترسان اللي كنا نقعد نحكي مع هشام. عن جد كنت انت عنصر كثير ايجابي بالتصوير بظل ظروف كثير صعبه. صورنا بعز الثوره بس يعرف العالم انه صورنا بعز الثوره، يعني بتتذكري في اخر النهار، بس لك خبركم اخر نهار صورنا بعمشيد وخلصنا تصوير 3 الصبح 8 الصبح وصلنا على البيوت لانه سكروا الطرقات بالرجعه 8 الصبح
يعني نمشي الجبل بارالل لنوصل عبر رمانة يعني ابو ميزان لنوصل على 100% برامنا كل العالم بس انه طلع مشان هيك اليوم النتيجه فول اوف باشن فيها حب كثير فيها نتيجه حلوه انت مع يوم ايه مع يوم ايه ويوم لا انا كثير مع الايه اللي بتعني ايه واللا اللي بتعني لا شو يعني انه الايه اللي مفروض تطلع مش يعني وقت يكون ايه يعني ايه اذا لا بس ما في يوم ايه يوم لا يعني في كتير عم بيعيشوا ناس يوم اي يوم لا تحت غطاء كلمة open relationship تحت غطاء يمكن الخيانة يعملولها بس نحن باليوم اي يوم لا ظهرنا عن الخيانة انتم عملتوها انتم مثل عملتوها مثل فورميولا تحافظوا على العلاقة اكثر من انه تعملوا 100% ولا لشو يتجوزوا يعني انت شو قلت؟ في احلى منا؟ انت مع اليوم انا قلت انت مع اليوم الساعة هلا بكون مرتك نامت انت مع اليوم اي يوم لا؟ انا جمعه اي ويك اند لا يعني هيك افهم يعني خمسه ايه اثنين لا خمسه انت خمسه بالبيت خدمه اثنين برات معزوليه اثنين معزوليه المنتجين بيسموكي مدام لا بالشغل بس انا مدام لا ليه ما عندي متعه اكيد اني اقول لا ولكن لا وقت بتجي عن سبب بيكون في وحده ايه كثير كان لازم اعمل هالعمل والبرهان انه ولا عمل عملته وندمت ابدا ما ندمتي على ولا شو في عمل عبالك تعمليه وبعد ما يعني عبالك بس تعملي قصة حياة حدا؟ لا في عمل حابة أعمله اللي هي أنا رح صير أنا المنتج والكاتب والمخرج العمل إيه؟ لأنه بدي ما بدي أطلع مثل غيري نق على التلفزيونات وعم ناخد أدوار ركيكة أو نحكي عن الفساد اللي بالفن كمان اللي وصل للأسف عنا بالفن رح نحكي عنه بعدين عن تصاريحك النارية قبل بس بدي كفي أحكي شوي عن يوم إيه يوم لا اللي عم بحقق أنت عارف الأرقام عم بتشوف عمل أنت اليوم رح يصير اسمي جزء من التاريخ 16500 بنار واحد يعني أنا مبسوطة كتير مش بس هيك هشام إنه نحن اليوم عم نأمن السعادة والضحكة المش مجانية أبدا لهالعالم اللي عن جد عم ينسوا بوقتها كمان بوقتها وغير وقتها يعني عم بيظهروا من السيني ودبوش ألوراي كلهم عم بيحكوا عن هيدا الفيلم فكتير اخذ ديبا كبير عند العالم كلهم عم بيحكوا عن الفيلم حتى عم بيقولوا بيعقد قبل ما يحضروه شو في شيء بتعملي يوم اي يوم لا بتحمم يوم اي يوم لا لا هذا شيء مستحيل عندي انا عندي مستحيل تحمم يوم اي يوم لا يوم انا الحمام عندي 5 مرات تقريبا مش بس كايجيان مش بس خمس مرات وين 5 مرات بتحمم بالنهار تقريبا بالنهار لاني بحب فكر يعني عايشه بالبانيو انت انت بالسنه لنلاقي مي لانه لكل حمام انت بدك 3 سترنات انت على فكره نحن عصام من على فكره انت عصام من حمامه على الطرمبه اكثر محلين بحب فكر فيهم هن وقت الحمام ووقت النوم الوعي من النوم يعني اول الوعي من النوم فمش هيك بحب سلز بالحمام بحس اكثر شيء بيور بيطلع فيه من نظافه يمكن حتى افكار وبتتخلصي من تحسي حالك هيك شو بقولوا طلع على بالي هلا اعمل تتحممي على وزاره فكرت على بالي اتحمم طلع على بالي اترشح على وزاره تصير وزيرة النظافة يا بيجي بنظف كل الوسائل وبصير تتحممي بالمؤتمرات الصحفية لا الا بصير المؤتمر الصحفي وكناية عن بالبانيو بالميكرو وانت عم تعطي شو بقولوا حلوة النظافة حلوة النظافة بالتفكير وعن جد تكون مش بس من برا عن جد من جوا بأفكارنا يعني هالأنانية اللي نحن اليوم كثير عم نشوفها عند العالم تكون النية بالأنانية النية الصح والإيجو هي الكلمة عم تقول لك خلي الإي إيجو ايوه صبر طيب اذا اللبنانيه عم بيعانوا كثير بالبنوكي باليوم لا اللي ما بتروح فيه على البنك كيف عم تصرف المصاري باميلا ما عم بصرف مصاري ليه يعني guess what it's okay not to be okay all the time مش ضروري نحن نعيش لنصرف يعني نحن اللي بنعمل مصاري مش المصاري اللي بتعملنا اذا اليوم ما معك مصاري ومش قادر تعيش يعني في عندك مشكله اذا مر عليك يوم ايه محاسبه يوم لا ما في محاسبه يعني انت منك بتعملي اللي بدك اياه باليوم لا شو عبالك هيك شي خطيه تعمليها بسرق وبقتل بتسرق وبتقتلي؟ بحس عن جد بحس ليه؟ بتتحمم بعدين عادي لا 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 بعد الحمام هاو بعد الحمام ليه بتسرق؟ ليه؟ بقتل الشر وبسرق المحبة وبرش على يا لطيف شو أبونا بس لقلك شيء أبونا فضل كون المطران عبد الساتر ليه كثير عم تحكي بالمثاليات باميلا لاني عم جرب اني اعيشهم عم جرب كل يوم طلع من حالي الفيرسيون اللي انا بحب شوفها بغيري واقول يا ريت في يكون هالشخص لا عم بصير هالشخص طيب منفصمك كانك صايره الايام في انفصام رح تعملي برنامج على يوتيوب اسمه انفصام مؤقت انفصام مؤقت ايه شو بيعمل شو بتعمل تنفصمي فور 15 مينت لا هي بيكون هالتابويات اللي عم نحكي وانت اصلا من اول الضيوف اللي انا حابه اني استضيفهم بحلقاتي اللي هو الانفصام المؤقت
مؤقت اللي منشوف الضيف كمان غير بهالقعدة اللي قاعدتها معك، بعد أكتر طبيعية، بعد أكتر تبويات من اللي بيحدنا فيه الهوى يعني. بس تحت غطاء الاحترام. أوكي ما بينعمل على التلفزيون، عملتي على يوتيوب أونلاين أحسن؟ لا بينعمل على التلفزيون، بس قد ما صرت خايفة إني أقعد مع أصحاب التلفزيونات فكرت إنه أنا أنتج كل شيء. ليه عم بمنجولك؟ او عم بحطوك بمواقف لا تحسبين عليها. بكل شيء بكل شيء عم بيتمنتج اليوم هشام، يعني انا اليوم مثلا عم بيتمنتجوا عليكي هلا غير انه عم بيتمنتجوا علي. تقريبا انا اليوم من عبر هالمنبر الكثير مهم بروجرامك هشام، انا حابه نتذكر انه بكل مش بس بالفن مش بس اعلاميينا مثلا الخطابات اللي قلتيهم وقالوا انك انت مقتبستيهم من حدا وما حدا صلح، قالوا انه انت قلتي اصلا خلال المقابله وقت حكيت عن الكوتس تبع جاندي قلتي هول جاندي ايلون ما حطوا لك اياها. ليك هلا حطوا لك اياها باليوتيوب. بيير رباط اول شيء بدنا نعزيه باخته اللي هي انا بعرف أكيد. شو يعني حدا يخسر اخت، وتعزينا الشديده والحاره الله يرحمه ويطول بعمره ويخلي له عائلته يا رب. انسان بيير رباط، ولكن بالنسبه لي عم بحكي انا عن جد بكل حقيقيه وبكل تعتبري ما دافع عنك؟ اكيد ما دافع عني ولا مره، وتقريبا بيعد انها تشوهت صورتي كضيف لانه ولا مره تدافع عني ولا مره حتى بلش حلقته هو عم بياخذ بالطار اللي انا يعني تعرضت لتنمر إلكتروني هائل، علما بأنه أنا أول مرة عملنا وقت تشارلي تشابلن اقتبسته وقلت الكريدت شلوها بالمونتاج وقاموا علي الدنيا وقتها كتير تنمر إلكتروني وما قالوا أنه شلناها بالمونتاج. لا أو تاني مرة طلعت بغاندي وماذر تيريزا هن حتى مش عارفين من وين المعلومة جاية. أنا اليوم بس بنصح النصيحة من القلب، روحوا تمرنوا، يعني نحن حتى الجيش اللي كرامته من كرامتنا لازم يتمرن، ما لازم ننسى هالشيء، الطبيب، المحامي، القاضي، كلنا لازم نضلنا نتمرن، وانت هيدا اللي شفته بالشغل نحن عم نصور على الارض بالفعل هشام، انت بتضلك عم تتمرن، مشان هيك العلامه انك من الاوائل باللي عم تعمله، ما في حدا نمبر 1 بشرف. هلا هون خدي هوا قد ما بدك انت هون بدك. فانه اذا كلنا ما نكون نمبر 1 عن جد بين نمبر 2 و 3 و 4، مش كلنا كلنا الاول بالمدارس دائما. بتطلعي معهم بعد شي مره ضيفه؟ فضل انه لا. اوف فضل انه لا، الا اذا رح اطلع وما بقى يتمنتج القصص اللي عن جد ضروري انه الضيف اليوم عم بيحترمك لازم تحترمه. اخر يوم اي يوم لا حبيت غنيت انا وياه قلت له لزياد برجي هيدا النمبر 2 رح تكون عندك لانه من بعد شو حلو ما بتخيل في شيء بيجي معنا. انا حسيت شو حلو كوميرشال اكثر وبتوصل اكثر بس زياد هي مشغوله اكثر بس من قلبه لانه لبنته شو حلو ماشي رح يغطي علي انا وياك نمبر 2 اكيد. بتغني لنا اياها للغنيه؟ فيك تغني لنا اياها هلا؟ ايه بفضلي لانه هي على صوت رجال تفرق، بصير انا كثير بدي اعلم. رح احط لك الغنيه وغني غني مع الغنيه بتزبط؟ اكيد اي ويل. صوتك حلو بتحب تغني؟ تحب تغني بصوتك حلو؟ ايه بس مش بالعربي كتير، بس رح مش رح جرب ما نشر. هلا مش نشر احكي غنية عربي مكسر. انا ويا انا ويا انا الار كلك يلا. انا وياك انا وياك على الحلو وعلى المر، واذا مني زعلت مرة ما في عيش. حبيبي انا على طول بفكر فيك وبتحكيني وبحكيك منك ما بزعل انا ولا بقبل حدا غيري يحب. يا حياتي انا جاي الليل راضيك وحدك ما رح خليك حدك رح اخفى بحضني الدفة ودفيني بقلبك. انا وياك انا وياك على الحلو وعلى المر، إذا مني زعلت مرة ما في عيش. أنا وياك أنا وياك، إذا زعلنا وإذا فرحنا، إذا تعبنا وإذا ارتحنا سوا من عيش. الله يا زياد. أنا وياك أنا وياك. اوكي يوم ايه يوم لا، مشاهدينا بعده بكل صالات السينما اللبنانيه عم بكسر الهرام لياسي وناطر، تنزلوا تحضروه وعتروحوه يعني انتبهوا انتبهوا هلا هلا فوت تحضروا من الاول. ما تهدد ايه ما تهدد عم لا 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 سوري تبعت. اوكي باميلا الكيك هلا بدنا نفوت بالجد. شو هالتصريحات باميلا؟ شو عملتي بحالك؟ ثلاثه تصريحات ناريه باميلا الكيك تنتقد المسات اللي بيمثلوا خلينا نقولا، وبلش ينحكى عن اسامه نادين نجام، دانييلا رحمه، فاليري ابو شقره. هيدي الحمله لانتقاد ربحك او خسرك؟ لا ربحنا كثير. شو ربحك؟ ربحنا اول شيء عفوا ما خسرك فانزيتهم لهو؟
لا لا انا ما بيهمني الفنزات، حتى انا الاشخاص اللي انا ما بمثلهم ما بحب، ما يعني بحب انه ما يلحقوني، لانه اللي ما بيحبني يمكن ما بيحبني لسبب. في يقول في ناس عم بتقول انه انت اتنشن، يعني بس فور اتنشن. ليه؟ طب ليه عم تعمل اللي عم تعمله؟ انا يعني كميه العروضات اللي عم بتلاقيها، كميه الانترفيوز اللي عم بتلاقيها، قلت لك انا مني غاويه شهره، لو غاويه شهره بتشوفني بالريد كاربتس كيف بتصرف. نحن ناس بنحب نفوت من الكواليس، نحن ناس فنانين حقيقيين، نحن ما عم نطلع لنلغي حدا هشام، نحن بس بدنا نذكر انه هالعالم. مين انتم؟ مين انتم؟ مين هن؟ يعني مين انتم؟ مين هن؟ شو انتم؟ ان احنا وان في ناس عايشينا كثير، وفي انتم السامبل، في ناس مسات، انتم المخرجين، يعني هيك قصدك؟ شو؟ انتم تلاميذ التمثيل او نحن مين يعني؟ انت عم تقولي نحن ونحن في نحن، بقولي لي انتم مين؟ نحن اولاد الشمس. هن مين؟ هي. هن اولاد بتعرف بالانجلش بالانجلش في كلمة شادو، شادو يعني خيال. أيه. هن اولاد الشادو ونحن اولاد الشمس، هيدا الفرق بينه وبينه. شو يعني شو بس ما بعد لهلا يعني فسري لي اكثر يعني شو مشكلتك يعني مع شو مشكلتك مع المنتجين؟ انت مشكلتك مع المنتجين انه عم يشغلوا الملكات الجمال بالتمثيل، او مشكلتك مع ملكات الجمال انه عم بيمثلوا عم بياخذوا من دربكم؟ انا اول شيء بدي افسر للعالم انه انا ما عندي مشكله، انا ما عندي غيره من، عندي غيره على أكي. انا عندي غيره على مهنتي، عندي غيره على شغفي اللي هو فني، عندي غيره على الجمهور اللي اليوم انا ما بقى رح اسمح للتلفزيونات باللعبه اللي بدهم يعملوها كتخدير العالم، هالهيبنوسس اللي عم بيقطع العالم، كالمنتجين الغير منتج عم بيضلل الفتاه اللي هي عم بتكون بعلمك حلوه تصير تقول عنا فاشله. لا هيدا مش تمثيل يعني اللي عم نشوفه. يعني انا بكل محبه عم ببدي رايي، عم بتضل حلوه، ما عم تطور موهبتها. يعني اذا اليوم كنا عم نحكي عن انه كل العالم لازم تضل تتمرن وتعمل ابديتنج لكل الانفورميشن اللي عندها اياها، طب اليوم هالاعلاميين اللي اصلا انا وقت عملت المقابلات، تخيل عملت مقابله مع صحفيين على اساس مفروض يكون الصحفي موضوعي يا جماعه، صحفي بغض النظر اذا بيحترمني بيحبني او لا، لكن مشكل مع المنتجين، مشكل مع الممثلات، ومشكل مع الصحافه. طب قل لي اذا بتريد اليوم مين كل ممثلينك لرمضان؟ اللي انا اصلا وقت طلعت ما كنت طالع احكي عن نادين نجام اللي بالعكس هي احسن مس لبنان، طلعت من كل اللي برهنت حالها وهي نجمه وبكل محبه انا بدعي لها بالخير، ليه بدي انا مثلا اطلع يعني نحكي هي على بعض؟ احسن مس لبنان ولا احسن ممثله؟ احسن مس لبنان التمثيل هي شيء كثير كبير، ومش يعني تكون اكاديميه مثل ما البعض قالوا، انا ماني درس تمثيل. التمثيل انك عن جد انت تسال الناس ويقولوا لك انه بخمس ست سنين لا شفنا غير شكل او غير اداء من نادين نجام، لا عرفنا انه يعني في ستاندردز معينه هشام نحن كلنا بنعرفها، بس كانه ما بقى عندنا مشكله نكذب، بس عندنا مشكله نقول الحقيقه. وانا ما عم بطلع لا عظيمه ولا اتنشن سيكر ولا خالف، تعرف انا اللي عم بقوله هي حقيقه كل العالم بيعرفوها، كل الفنانين دقوا لي واحد ورا الثاني، كلهم 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 قالوا لي فشيتي لنا خلقنا، فشيتي لنا خلقنا، بيطلعوا بمقابلات بيقولوا لا هيدا قطع بالارزاق، قطع بالارزاق بيكون وقتها انا بدي اصير منتجه اللي بده $1000 يعني اعطيه $5000 لانه لازم الاصول يرجع على هالحياه نتنعم فيها. طب انت بكره بركي عن جد بركي صار قطع ارزاق، بركي بطلوا يجيبوا ملكات جمال، انت هيشت الراي العام ضد الملكات الجمال. بعتذر منك، فينا نحكي عن الممثلات والممثلين مش ملكات الجمال والملكين. ما هو انت صنفتيهم ملكات، نحن كنا عم ننظر لهم بقى خلص كممثلات. انا مش عم انتوا خلوكم ينظروا لهم، نحن بدنا اياهم، ما بدنا نلغي حدا. اذا انت كنت منتجه اذا انت اليوم صرتي منتجه، بتجيبي نادين نجام بطله مسلسلك الرمضاني؟ اذا الدور بيلبق لها ايه بعمل كاستنج. ماريل ستريب بتعمل كاستنج، قصدك ما بتجيبيها كل المسلسل رمضان؟ اكيد مش كل المسلسل، لكل دور. مثلا انا السنه بالتويت كتبت انه غير اني ما رح اخذ كل شيء ورح اترك مساحه لغيري، في ناس انتقدوني قالوا لي هلا بدك تقنعينا عم تعملي لغيرك، طب ما اكيد اذا انت شخص ما بتعمل هيك لغيرك ما رح تصدق انه غيرك معقول يعملها. عندي ثلاث فلومه انا السنه بالسينما، عشو بدي اتنشن سيكر؟ انا عم بدي اقولي مقابلات، ما بدي عم اقول لهم بليز ما تحرقولي ماي ايمج، ما يعني بدي انا بحب اطلع مقابله. انت اليوم انت بتحكي مع نجيم ولا مخنقين؟ ابدا مش عملتي لها فولو على انستا؟
وعلى تويتر وعلى على السوشيال ميديا عاملين لها انسان؟ على تويتر يمكن عاملين فولو انا وياها لبعض. طيب مش نادين انجام اذا انت عندك مسلسل مين بتجيبي له؟ انت بدك من الاخر اقول لك لمره انا مين اللي بوخر لي راسي؟ مين؟ انا سمعت انه مايا رعايده يعني ان كلكم جيتوا علي انا ونادين وانا ما كنت عم جيب سيرتها. شو سمعت؟ انا عملت مقابله كنت كلها عم بيقول لي الصحافي اف شو عندك هالسلام الداخلي سمي لي حدا. اخر شيء اخذ لي بس الجمله اللي هو سمي لي نادين. رجعت قلت له يا عمي نادين نجمه بس هي منا بتعدي. انت عصبتي او توترتي لانه سمعت انه مايا رعايده بدها تمثل؟ لا لانه حدا قريت مقال انه قالوا مايا رعايده السنه عندها مسلسل مع تيم حسن فاليري ابو شقره نادين نجيم كل المسات. طب اهلا وسهلا يعني فيهم يعني بس كان ناقص ليله رمضان يعملوا سؤال موحد وبيمشي يمشي الحال. طب انه مش مقبول. انا كثير بقول مش انا بقول كلنا بنعرف انه الفساد في كل مكان. شو في فساد بالتمثيل؟ عن جد بيضحكوني انا بعدني بعمل مقابلات وبيقولوا لي عن جد هل في منتجين بيعملوا هيك؟ انه كلنا بنعرف وحتى الجمهور بيعرف واللي عم يحضر انه في شو في فساد بالانتاج. طبعا شو يعني وبتلفزيوناتنا كومبينات وبمستشفياتنا وب رؤساء بلدياتنا بكل شيء بكل شيء. مش مسموح بكل شيء. كان مسموح بشغله واثنين يكون في فساد بس لا مش هيك. منضلنا ساكتين. طب خلص ما راحت الدنيا مين بعد بيحكي ببركه يا لطيف. طيب اوكي كنت عم طب في حدا عاجبك انت غير انا مش هناك انا عندك دني حظ سبحان الله تلاقي مثلك انا ولا زيرو مقومات. طول 1.72 وزن 172 وعرض 172. انا رقم واحد بيختصر مسيرتي كلها. وهي يعني الحمد لله عندي بروجرام بقول لك يمكن هذا احلى مني بكثير اصلا شعر ما فيه في الدقن عم حالك. هلا برد تعرفت على قال لي انا كوفار هشام حداد شو بيعمل غره بيعمل لك في محلات في محلات بمشط لي يوم ما ببين على الهواء صراحه بالله. ما هذا ما هو جايبه هيك بس للايجو يعني للايجو انه انا عندي حلال. على فكره بتعرف عبالي لاول مره اقدم تحيه من قلبي لفنان لمعين شريف تمام. لانه السنه براس السنه ما في حدا غيره فنان ايمن بلبنان وبقي بالكازينو دجليبان وكان تقريبا تقريبا انه كثير اخذ حتى الكازينو احترمته انه اخذ اقل من العاده كهيدا وهو الوحيد اللي بقي. انا فكرت حتقولي تحيه لتامر حسني تصرخيها مثل الميراكس فرجي خلينا نشوف شو الفيديو الثالث خلينا نشوف تامر حسني وقت اصفر هو هون وقت قال اسمه اصفر تعمل هيك مين انا هو حدي ندالي ليه تحمست هالقد؟ انت باشنت بكل شيء بتعمليه؟ انا باشنت بكل شيء رح اعمله وانا مريضه بالفن ورح ضلني مريضه بهالمرض ما رح اشفى منه. هون انا كان في ناس بمبتغيهم انهم ياذوني بس مشان هيك كثير ناس وقت انتقدوني انه ليك هيدا كيف عم بتصرخ. انا كنت جايه ناس ياذوني وطلعوني من بوزيشن معينه. انا كنت طالعه اقدم مخرج وقتها وكنت محضره كلمه من القلب للمخرج. اما قدمت حدا ثاني ام حدا عرف انه انا رح اقدم هالمخرج قال لا شلوها. وصلت لجوا انا عم سلم عليهم مرحبا بتعرف بيقولوا 40 ثانيه باميلا الكيك كاميل تانيوس معكم 40 سكندز صاروا 30 as I'm talking يعني وصلت بشوف ورقتي بشوف باميلا الكيك نقطتين تامر حسني بس مش مكتوب شيء. اوف. فبشوف ورقه كاميل تانيوس اتروحت مشكله الشرق الاوسط عنده بتطلع هيك صدقني مثل الكذبه هشام وقتها الله بده يخلصك من الظلم اللي كان عم يتمنوا لك السم وهولديك يشربوه ودوني على مصر لك قد ايه اذوني. طلعت وحده مرقه من حد شلت البيك كتبت جملتين مثل الفلومه كتبت جملتين عن كاميل تانيوس قلت له انت بتقول هيك انا ببلش هيك انت بتعمل هيك بقول. فتت مصور قلت الكلام اللي بدي اقوله عن المخرج بينت انه ما في شيء وانا عم بنهار بدي ابكي بدي اقول لهم للعالم شو عم بيصير شو عم ينعمل فيي ما بفي افسر لكم وانا I need to be professional I'm live on air. فطلع كاميل تانيوس وقلت علامة النصر تامر حسني انه ثانك يو كان بدكم تاذوني نطيتوني على مصر. اوف 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 لك قديش قوية. هل في عارف ليش عم تعملي جولات على المدارس الجامعات؟ يا شو بس الجولات المدرسه انت عم تخبرينا الفيديو عم بيقطع شو فيه طالعه بسلوغان اسمه اي لاف مي تحب حالي تحبكم لازم اول شيء اعرف كيف بدي احب حالي هون صرت شو لايف كوتشينج سفيره للال اي اس للاوتيزم لبنيز اوتيزم سوسايتي هيدي شو عم تقوي الثقه بالنفس اذا بدي لايف كوتشينج لتقوي الثقه يعني سابنا. نتذكر قد ايه الانسان حلو نتذكر شو فينا نعمل لمجتمعنا انا مجتمعنا كثير قلبي عليه لاني
من بوليس السير اللي لازم اخذ منه ايجابيه ما عم باخذها، بدنا نردها، بدنا نرد السعاده اللي لازم، بدي يصير وزيره السعاده. بدك تصيري وزيره سعاده مثل العاده في النظافه وفي السعاده. لا لا وانتبه ولا وزاره بعين دخيلك ما بدي. على فكره السعاده اسم كلمه رح تتكرر كثير بالمستقبل القريب، نحكي تفاصيل بعدين. البوديوم على نص على نص المسرح، رح اختم قطع البريك مع باميلا الكيك. معودين عليك تقولي سبيتش او كلمه بكل الاطلالات الاعلاميه اللي بتعمليها، اليوم كلمتك ماخوذه من حدا حتى نقول اول شيء انا كتبتها وهيدي سبيشل لكم. ثانك يو وي لاف يو باميلا الكيك، انت نجمه رائعه عم بتبدعي بصالات السينما، وبعتقد انك انت عنوان للنجاح بكل شيء بتشتركي فيه. باميلا وي لاف يو، لك البوديوم. ختمي طالعين على البريك، نحن رح نكون عم نسمع لعاد محلك او حد الشباب لشوف، وبس تخلصي بقول بريك بدي اتسمع مع الشباب على شو رح تقولينا، شو رح تقولي للشعب اللبناني، شو رح تقولي للجيل الجديد، شو رح تقولي للناس اللي عم بيسمعوك. ليه عم بتنقوا يا لبنانيه؟ ليه عم بتثوروا يا عرب؟ شو صاير بالكره الارضيه؟ ليه تركنا شيء ارضيه ام الاصول منا هرب؟ تركنا شيء اخضر ما حرقناه؟ خلينا شي تاريخ ما شوهناه؟ هل يا هل ترى تركنا أبطال يتذكر التاريخ؟ أو عم نجمع هالأسامي لمنفضة هالتاريخ؟ الإيد اللي انمدت نحنا ما بدنا نقطعها، الإيد اللي انمدت بدنا نعلمها، نطلعها من العتبة اللي لاحقة سياسيين بضميرهم اللي باعوه. واحد بايع روحه، كيف مستغرب ما يبيع أهل بلده جذوره ترابه ومسقط أصوله؟ ليه عم بتنقوا يا لبنانية؟ كهربا فيه، مي فيه، طرقات فيه، نقابل المطارات فيه، نقابل المطارات ولك ايه فيه، شغل فيه، أخلاق فيه، ضمان للشيخوخة مضمونين فيه، زعماء أكيد فيه، رجال هوهو فيه، انترنت 7G، أمن ودولة فيه. ليه عم بتنقوا يا لبنانية؟ بعدنا على الأرض عم ننزل وعم ننزل، وبعدهم عم بيسألونا من أي منطقة وإذا سنة أم شيعة، بالقاف أم بالكاف. ولك يا عمي، ولك يا عمي، ديني اسمه ضحية الحرب. أنا بالملجأ اتخبيت، أهلي ما أكلوا ليطعموني، أهلي ما لبسوا ليلبسوني، بياتنا باعوا أملاكن ليعلمونا أحسن علم، أهلاتنا هن مستقبل لبنان. ليه؟ ليه وين الشباب؟ قولوا لي يا لبنانية، ليه بدي ابكي كل نهار احد؟ لانه كل يوم احد احد منهم ينقص، وبيصير على شاشة صغيرة اسمها سكايب وراي ومش قدامي. رزق الله وقتها كانت دعاياتنا مشاوي والشباب، إيه لا تركوا مشاوي لحمة مطابقة للمواصفات، ولا تركوا الشباب يحلموا يكبروا يتعلموا ويعلموا على تراب ارضهم على ارض جذورهم. اهلنا وقت اليوم بيسمعوا كلمات مثل مجاعة وحرب أهلية، خط التماس ونرد قال شلقية غربية، أهلاتنا عيشوها للمجاعة مشان هيك بيعرفوا شو يعني إذا رجعت، أهلاتنا اختبروها للأهلية مشان هيك بيصغر بوب عينهم قدامك وبيدمع. جيل الشباب، جيل الشباب بلندن، باريس، أستراليا، أمريكا، نحن وعينا وجينا لنسترد كرامة أهلنا، هالجيل المناضل، الجيل اللي عاش الظلم والفساد، صار وقت نتطلع بالخوف ونقول له خاف. إن شاء الله ما بينعاد عليكم يا لبنانية بهيك فساد وظروف قاهرة مثل هيدي، إن شاء الله ما بينعاد علينا يا لبنانية أيام رمادية ما فيها أمال وقاسية مثل هيدي. الأبيض هو غياب كل الألوان، والأسود هو جمع كل الألوان. كون أبيض، كون أسود، كون اللي بدك إياه، بس كون حر. الحرية هي الإنسان، الحرية غالية كتير، الحرية هي إنك تختار، الحرية بتنبت من جوات جواتك بداخلك، ما الحقيقة فيك. الحرية أقوى من أي ارتباط مادي، ما أنت اللي بتعمل المصاري ومش المصاري اللي بتعملك. وبعدين سؤال، ليش صار بدك كل شيء على الهين وبلا جهد؟ ليش بيك كان يتعب 20 سنة ليطلع $1,000,000؟ انت هلأ صار بدك تضحك علي ب20 كلمة وتعمل 30 مليون؟ ان شاء الله ما بينعاد علينا يا حبيبي يا وطننا العربي بأيام قمع ظلم واستبداد للإنسانية مثل هيدي. آمن انك فيك بيصير فيك. حب رح تاخد حب، قدم مال ليرجع لك هالمال، احترم تحترم حب بتنحب. ما تنطر زمن الأعياد، ما تنطر الميلاد، ما تنطر رمضان، ما تنطر الفصح، ما تنطر تاخد اعطيه، ما تنطر ينضحك لك اضحاك. هالزلم اللي بتقطع قدامه 100 مرة مرة طلع بعيونه وقل له يعطيك العافية واللي لابس البدلة على راسنا.
ما بقى تحكوا بالناس اللي ما بتحب تشوف نجاح وخير لبعضها، ما بقى تحكوا عن الناس اللي ما اللي ما اللي ما اللي لونت قلبها بحبر التنمر والكلمة المأذية، احكوني بولاد الشمس، احكوني باسم الحق والمحبة. ليه يا لبناني عم بتنق؟ لأنه عملوك ناس بتنق، بس إجا وقت الإصلاح والحرية. نحن متنا بهالحياة لنرجع نوعا نخلق عن جديد لنعيد صح، وسنة اللي بعدها نعيد ونعيد كل سنة، ومن عاد عليكم بألف خير. برافو بابل الكيك. بريك، آخر بريك بحلقة الليلة، ونرجع روح. ختام الحلقة بآخر فقرة من حلقة لهون وبس الليلة. بدي استقبل معنا حدا بالجمعة الماضية، ما بين كان مشغول، كان مسافر، بلش يجي شغل برا. خمسة بعيونكم. قهوة مع سكر شي يعني؟ نسكافيه. زافي كتير كبيرة لرواد نادي الروح. شو يا رواد؟ شو هشام كيفك؟ شو الأخبار؟ اشتقنا. نحن بالأكثر. شو عم تسافر لبرا؟ الحمد لله. ماشي حالك؟ ليرات. شو؟ ليرات. بلشت دولار. دولار من برا، كلهم برا فريش دولار. ليه للبنانية ما بقى بدي. أنا واد نادر، أهلا وسهلا فيك. خبرنا شو الأخبار؟ شو آخر أخبارك؟ أنت بدك تخبرني هشام. ليه شو بدي خبرك؟ شو بدك تسألني؟ اسألني لخبرك. أنت مجوز صح؟ أنا اللي مجوز. عندي أولاد كمان. أيوة، زحفة للمدام الجبارة يلي جابت من هيدا الزلمة اثنين قتل. حسيت جاد كمان مجوز. حسيت حيقول من هيدا السعدان. انا وجاد كمان من مش مجوز للمدام. عندي ولد. هشام، المدام بس حبلت. ايه، ضليت تعرفها او 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 حسيت انه تغيرت كثير؟ اكيد تتغير المره، بس تحبل تغيرات بجسمها وهرمونات وما هرمونات. شيء مش عادي. شيء مش عادي ابدا. طب كيف عرفت ان حبلي اول مره؟ منها هي او من السوشيال ميديا؟ عن جد سيريسلي؟ لا منها هي. ليه كيف ليه؟ كيف وحده صار صار صاحبي اليوم مثلا عامل لايك لمرته على الايكو ودقت له هي حبيبي حبلت بعد ما نزلت. انا مش عم بقدر افهم ليش هالقد عاملين ايميل للمره اللي بتحبل. مره بتحبل؟ لا، اتس ميركل. لا مش ميركل يغيرك. مش عم بقدر افهم. نازله صوره الايكو. ايه، وكانت بفوقها عم يعطس بالايكو. اليوم شفناه عم بيعطس بالايكو. كيف شفته عم بيعطس بالايكو؟ ما هي قد حبه الفاصوليا الايكو كلها مدام. ايه بيشبه بيو بالايكو. طب كيف بشبه بيو بالايكو؟ ما هو اصلا صار عمره 4 اشهر. ايه بشبه بيو بالايكو. يعني مبين منه ليه تفاصيل؟ 100%. وهو بس يخلفوه ايه بصير في الحرب العالميه الثالثه بقلب العيله. بيشبه خاله، بيشبه عنته، بيشبه مدري مين. اخر شيء بيطلع بيشبه جارهم بالثاني وما حدا خص فيه بالعيله، وكل الوقت عم بيقولوا بيشبهني. بفوتوا على غرفه الولاده. ايه ما بيقدروا يعرفوا ابنه من هو. قال بيشبه بيه وما خبيس وبزق يا زلمه. بعيط للنورس بيز يا ابني. كثير عم نزيدها بهيدي المواضيع. لا بالايكو انا صراحه ابني الكبير اسمه جاد، لانه قال بيشبهني بالايكو. كانت الايكو جاد والله العظيم. تفضل. كثير بيشبهك، صار سميها اسمك بالايكو. ما بالايكو اصلا بيكون كانه مش انسان، بيشبه صراحه بالايكو. انا طلع بيشبهني. مين مني؟ لا هلا عناتني، هلا عناتني هيك، عناتني والله هيك عناتني. مش بس صور ايكو، صور بيشبهني ما بيشبه. عم تتخيل مره بعد ابنها كله دم. ايه متصوره هي وياه فول ميك اب. وين؟ بغرفه الولاده. نزلت يا خيي. مين جاب لك الميك اب؟ على كيف مظبطينها مع بودريت. ايه والله العظيم عندي اياها الصوره بالبيت مصورة معه بصورة الولادة. أرتا ميك أب يا خيي. ما بعرف إذا حطها إيربود. أوكي. طيب وبيكبر الولد وبتبلش. أنا شو بدي فيه إذا فات عمل إيه؟ شو عمل؟ إيه شو بدي فيه أنا إذا عمل ككات صوري لي على إنستغرام؟ أول قال يعني ما بدي أشوفها. ديجولاز. خليلك يا مدام، ما بقى بدي اشوف ابنك عم يعمل ايه، ولا اذا طلع له سن. تقعد معهم بالبيت عم تعمل لهم زياره، عشوائي رح يقول لك ابني بيتنفس. تخيل.
كلهم اولادهم مشوا على السنه كلهم. حكي على الست اشهر تحلف لك وحي الصليب. حكي على يبقى هلا ابنه عمره 20 سنه كساره فيه بتمه بيح ولا حرف بيصيب. انت لك حكي على الست اشهر وكلهم اولادهم طلعوا الاوائل بالمدارس وكلنا اولادنا نضاف واوادم. هز زعران على الطرقات لمين؟ للاحزاب. للاحزاب قويه كثير للاحزاب. احزاب اوادم الله يخليك. انت ما لك مع حدا بالسياسه ابدا. برافو. مع انه شكلك ما تكذب رواد. شكلي قوات هيك كثير تاتويات وكثير هيك شو خص هلا مش اذا عمل تاتو دلتا يعني صار قوات. ما شو ما كلك بعدين شو ما بقى انت كلك تاتوات تاتوات لبنانية كلك من فوق لتحت تاتوات زعفر الهشام. طب بنخلص مرحلة انه عم يكبر ابنه وبيبلش التربية بالبيت طبعا هون. ايه هون الشغل. ليش اخذها يا خي انت حرب ليش منافسة انت وابنك عشو عم بتشوف حالك عليه؟ ليه بتكذب عليه؟ انه شو خي مثلا بابا نحن وصغار حبيبي كنا نروح على المدرسة بالعواصف. بعيشوا زنب للصبي ليه ما عم بقدر افهم. ماشي نركض 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 فوت بغابة الامازون ونطلع نعربش على الحيطان نتسلى اخر شي يجوا علينا التنين نحن رايحين ونقطب عليهم ونوصل على المدرسة مبللين ومعنا الزوادة. قال الزوادة شو كان فيها؟ كاسة لبن. هو وراكد ممنوع تقلب معه كاسة لبن. عم تخيل شو الزوادة وفيها كاسة لبن؟ بياكلوا زيت لبن بال بيلعب ضد الوحش بالاخر. حبة بنادول ما كانوا يعطونا. هيك بصير يجقل ما بنمرض. شو بصير الصبي اخر شيء بيستحي يطلع بالقطار؟ كيف؟ بدي اعمل زي ابني. بقول لك ابني عم بدخن. اكيد بده يدخن يا جحش. ما انت عم تحرق دينه للصبي. من هو وصغير قد ايه عمرك بابا؟ 10 سنين. انا بعمرك كان عمري 18. هذا كان رواد نادر مثل عادي طلته سوبر لذيذة خفيفة نظيفة. بشوفكم جماعة الجاي حلقة جديدة كمان حتكون منوعة وفيها من كل شيء. أرفع إمرسي الروح.